ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الثور ليوم الثلاث 16 نوفمبر تشرين الثاني 2021. العمل هو مركز اهتمامك لليوم الثاني على التوالي. تبدع في مجالك ولكنك قد تتعب في انجاز ما تريد عمله اليوم. الكآبة قد تكون لها حصة كبيرة في فترة المساء للروتين الذي تعيشه، وبخاصة أن حبيبك لن يكون متفهما لأوضاعك العملية وتأخرك لساعات طويلة. يوم متعب لكنه مثمر عمليا. مهنيا، الفرصة مناسبة اليوم للتخلص من الضغوط، وتجد أن جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك. عاطفيا، تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك من دون أي تعقيدات وتبريرات. صحيا، لا تدع سيف الإرهاق مسلطا على صحتك، بل مارس المشي يوميا إذا استطعت ذلك. توقعات العلامة الأولى مواليد 20 أبريل إلى 30 أبريل. يجب أن تكون أكثر حذرا في العمل، فأنت سريع الغضب مع الزملاء. يجب أن يكون هدفك الجودة وليس الكمية. كن دبلوماسيا فيما يتعلق بالخلافات، هذا ينطبق على الأمور الشخصية. أنت تعادي الآخرين بصورة متكررة. يجب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى يفهموا كيف تسير الأمور معك. أنت تشعر بالإحباط الشديد بداخلك. حاول أن تجد بعض السلام. ما رأيك في رحلة قصيرة أو ممارسة بعض الرياضة من أجل التوازن؟ توقعات العلامة الثانية مواليد 1 مايو ل 10 مايو. لا شيء يسير في الطريق السليم في الوقت الحالي في العمل، فأنت تتعامل بالكثير من العدوانية، ويجب أن تقبل أن أي دعم يأتي إليك، لأن هذا سوف يساعدك على التعامل بطريقة أفضل، وسوف يظهرك بمظهر أكثر دبلوماسية أمام زملائك في حياتك الخاصة. يجب أن تركز على التواصل لأن الآخرين لا يرون الأمور من منظورك. تحدث عن من الناحية الصحية، لا يجب أن تستمر الأمور على ما هي عليه الآن. انتبه لنظامك الغذائي واحصل على الراحة كافية، وإلا فسوف تعاني من أضرار دائمة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 مايو ل 20 مايو. في العمل قد تكون أنت السبب في الخلافات، فلا تطلب الكثير من نفسك ومن زملائك. عندئذ سوف يصبح ممكنا أن تتقدم بشكل أفضل. الوضع ليس أحسن حالا بالمنزل، فأنت تدور للخلف سريعا معاديا الأشخاص. جدد سلامك الداخلي وأقضي وقتا أكثر مع شريكك وأصدقائك. التوتر يصيبك بالمرض، ويجب أن تأكل بطريقة صحية وأن تمارس شيء من الرياضة لبناء ثقتك وراحتك. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.